يا مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم اخبارنا واللي بنتابع فيه اهم اخبار نادينا الزمالك والاخبار المحليه وطبعا الاخبار العالميه. زي عادتنا كل يوم بنبدا حلقتنا بعناوين الاخبار. جلسه تصحيح المسار. الزمالك اقوى من المحن. التحكيم صفر كبير. عودة الونش. أما عن موضوع حلقتنا النهاردة واللي حابين طبعا نعرف رأي حضراتكم عنه ومنتظرين إجاباتكم، هو هل يؤثر التحكيم في ضياع لقب الدوري من الزمالك؟ مساء الخير واهلا بحضراتكم مره تانية. الحقيقه ان احنا النهارده عندنا كلام كتير جدا وكلام مهم جدا. حلقه النهارده هي حلقه جماهيريه من الدرجه الاولى، هنتكلم فيها عن ملف سكتنا عنه كتير قوي، هو ملف التحكيم. الزمالك ولعقود طويله جدا دايما بيدفع ثمن الاخطاء التحكيميه. طيب قلنا الحمد لله ان تم تطبيق تقنيه الفار او تقنيه الفيديو وتم تطبيقها بشكل سليم، ولما اتطبقت وبشكل سليم فاز الزمالك بالفعل بالدوري ومرتين ورا بعض وحصد لقب كمان كاس مصر. لكن اللي بيحصل الموسم الحالي ان فجأة وبدون اي مقدمات وبدون اي مبررات فجأة الفار اصبح الغائب الحاضر. انا ما بنكرش ان وارد جدا ان في مباراة في التانية يبقى فيه غلط او يبقى فيه خطأ، والخطأ ده نعديه عادي وارد، محدش كان مدرك في اللحظة دي ان في خطأ، عادي خطأ مرة عديناه مرة تانية عديناه برضو. لكن لما يبقى في مجموعة كبيرة جدا من الأخطاء وكل الناس تجمع عليها وكل الناس تبقى شايفاها وكل الناس بتقول ان ده في غلط في خطأ هنا، لازم يكون في ردة فعل، وهنا لازم نقف ونحط مليون خط كده ونقول ستوب. اتحاد الكرة، لجنة الحكام، احنا عايزين نعرف بجد هو في ايه؟ يعني هو بيتم التخطيط لايه؟ هل مثلا فوز الزمالك بالبطولات مش عاجب مثلا؟ احنا الزمالك يا جماعه طوال 11 جوله احنا ساكتين تماما. النهارده هي اول حلقه نتكلم فيها احنا كاخبارنا عن الاخطاء التحكيميه في المباريات وسكتنا كتير قوي، في حين انك انت بتتكلم عن اخطاء بتحصل مثلا مع منافسين، ولكن ده لعبه دور ايجابي مش دور سلبي زي ما حصل معانا، ويمكن كمان تسببت في فوزهم كمان. لكن يا جماعه لما تيجي تبص للمباراه الداخليه واللي حصل في المباراه امبارح، لا يا جماعه لا 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 لا, لا. ده شيء يفوق الوصف بمليون مره. انا ما شفتش خطا ولا اتنين، لا بالجمله، يعني احنا بنتكلم مثلا في خطا واتنين وتلاته واخطاء يعني بتلات اهداف. انا ليه بنتكلم النهارده؟ لان هي بجد اخطاء مؤثره جدا في النتيجه. غريب جدا ان انت يبقى عندك فيديو وعندك فار وعندك حكام يمين وحكام شمال ومساعدين كتير وعندك حكم ساحه، في يا جماعه حكام، وكل خطأ من دول الخطأ الأول يعدي والتاني يعدي والتالت يعدي، ناهيك بقى لا ده في هدف كمان غير صحيح للداخلية وركلتين جزاء الناس كلها أجمعت عليهم لسامسون أكينولا وبرضه عديناهم. طيب حارس الداخلية كان يستحق الطرد وبرضه، وممكن أقف شوية كمان عند حارس الداخلية ولكن مش دي نقطتي، مباراة وعدت، ولكن لازم نتكلم عن الأخطاء اللي بتحصل. اللي بيحصل ده مش مجرد أخطاء، أصل الخطأ ممكن يعدي مرة واتنين، لكن احنا دلوقتي وصلنا مرحلة الكوارث، إن خلاص يعني مبقتش مجرد أخطاء، بقت مجرد كوارث بتتسبب أو بتعطل مسيرتنا. ولكن هل فعلا
المطلوب هو إيقاف مسيرة نادي الزمالك في سباق الدوري؟ طيب لحد إمتى؟ لحد إمتى هيفضل في أخطاء؟ أنا من ساعة ما اتولدت تقريبا وفي أخطاء تحكيمية بتحصل، مفيش قرارات، مفيش لجنة حكام، مفيش حد بياخد أي موقف. طيب اللي بيحصل ده يرجعنا تاني لعقود سوداء، مواسم مش عايزين تماما نفتكرها تماما ولا حتى نيجي جنبها. كان الزمالك فيها كل ما يقرب من الدرع تضرب ماسورة أخطاء تحكيمية كتير جدا، أهداف ملغية. طبعا لما أهداف بتتلغي فطبيعي جدا إن ماتشات بتبقى نتائجها غير أحداثها، يعني عادي جدا تبقى بتلعب كويس، تبقى بتقرب من الفوز فتلاقي لأ النتيجة غير، والزمالك طبعا في النهاية هو الخسران الوحيد. طبيعي جدا تخسر نقاط تخسر بطولات مش محتاجة، هو ده المنطق. يعني اللي حصل المرة دي بجد محتاج وقفة، واللي حصل ده مش هيمر ومش هيعدي. ومبسوطة قوي ان امبارح المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أخذ أول قرار في مواجهة المهزلة دي، وما أقدرش أنكر ان في وجود المستشار مرتضى منصور مواقفه دايما صريحة، معاركه دايما ناجحة، كلنا ثقة ان هو مش هيسمح ان حق الزمالك يضيع مرة تانية، واللي بيحصل مع الزمالك يجب ان يتوقف فورا فورا. ورسالتنا لرئيس النادي، احنا معاك، احنا معاك وبنأيد كل خطوة بتاخدها وبندعمك في كل قراراتك القادمة، في ظل طبعا عودة حق نادي الزمالك مرة تانية. وزي ما بقول لكم سكتنا مرة واثنين وثلاثة، لكن بعد كده لا، لازم اللي جاي يكون له وقفة. وزي ما تعودنا دايما مع مجلس إدارة نادي الزمالك في كل السنين اللي فاتت، إن شاء الله حق الزمالك مش هيضيع بجد المرة دي، حق الزمالك مش هنسمح أبدا إن هو يضيع. طيب زي ما قلت لكم في الأول إن إحنا عندنا كلام كتير جدا عايزين نتكلم فيه النهاردة، من ضمنها الدوري. عايزين نتكلم برضو عن ظاهرة شايفاها في الدوري الأيام دي أو من بدايته، يعني إن بعد 12 جولة شفنا تغييرات كبيرة جدا في الأجهزة الفنية. يعني شفنا مثلا 8 أندية غيرت المدير الفني. الإسماعيلي بدأ مع جريدو، ثم مع أيمن، كابتن أيمن الجمل، ثم حاليا مع ميدو. بعد كده المصري شفنا كان بادئ طبعا مع كابتن إيهاب جلال، وبعدين مع كابتن حسام حسن. نفس الكلام نادي طلائع الجيش، بدأ مع كابتن علاء عبد العال، ودلوقتي مع كابتن محمد يوسف. فاركو كمان بدأ مع نونو الميدا، ثم كابتن إيهاب جلال. والبنك كمان، نادي البنك الأهلي بدأ مع كابتن خالد جلال، وحاليا مع كابتن حلمي طولان. إنبي بدأ مع كابتن كشري، بعدين دلوقتي مع كابتن طلعت يوسف. طبعا شفنا برضو أسوان بدأوا مع ربيع ياسين، ودلوقتي طبعا مع كابتن أيمن الرمادي. طيب ده بنقوله ليه دلوقتي أو عايزين نقول إيه؟ من الواضح إن الموسم ده مش هيكون سهل، والكل خايف، والكل عاوز ينافس، والكل عايز يتقدم، وكله بيسعى إن هو يكون في المربع الذهبي، وكتير جدا عايزين يهربوا تماما من الهبوط، وان هم اصلا يكونوا اسم النادي بتاعهم مثلا موجود حتى في صراع الهبوط. يعني كله بيحاول ايه يهرب ويفلت يعني بنادي. ظاهره على فكره تغيير المدربين دي مش جديده، ولكن لو كله طبعا هيفيد في الاخر ان الانديه دي تبقى مستقره، الاستقرار طبعا مهم جدا، ولكن احيانا كتير جدا بيكون التغيير ده بيكون مفيد جدا، زي حالات كتير بصراحه حصل فيها يعني تحسن في النتائج يعني. فعشان كده لازم يكون التغيير بحساب، وبحساب شديد جدا، ويكون في النهايه في صالح الفريق مش ضد استقرارها. في النهايه كل اللي احنا عايزينه ان احنا يبقى عندنا دوري فيه منافسه قويه جدا، عايز اشوف منافسه كويسه، منافسه شريفه، منافسه عادله، ويروح الدوري في النهاية لصاحب النصيب أو الأكثر اجتهادا، واللي لعب كويس واللي سعي واستموت طبعا علشان في النهاية يكون هو بطل الدوري.
في البداية اتكلمنا عن الأخطاء التحكيمية اللي بيعاني منها نادي الزمالك. تعالوا مع بعض نشوف تقرير ونرجع بعدها ونبدأ أخبارنا. نبدأ أخبارنا من عند المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، واللي أعلن امبارح عن عقد جلسة مع البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق، وده خلال الساعات القادمة، وده طبعا من أجل تصحيح المسار ومن أجل أيضا تحسين الأوضاع بعد التعادل مع الداخلية. يعني احنا عندنا ثقة طبعا في المستشار وفي حكمته طبعا في التعامل مع هذه المواقف وحسن التصرف عشان نواصل المنافسة على البطولات، وزي ما خدنا يعني 2 دوري وكاس الموسم اللي فات قادرين إن شاء الله إن احنا نكررها مرة تانية هذا الموسم. تعالوا نرجع ونواصل أخبارنا. فريقنا هيستأنف تدريباته الجماعية عصر الغد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بعد ما حصل الفريق على راحة من مران النهاردة في ظل الضغط الكبير في جدول مباريات الدوري خلال الفترة الماضية. تعالوا نروح لعمر جابر لاعب فريقنا واللي هيخضع لاختبار طبي على هامش مران الغد علشان يتم حسم موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد غيابه عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية. البرتغالي فيريرا كلف جهازه المعاون بتجهيز ملف كامل عن كل الأخطاء اللي ظهرت في مباريات الزمالك خلال الفترة الماضية لتصحيحها. مستر فيريرا عنده حرص كبير جدا طبعا لمعالجة وتصحيح الأخطاء، وده طبعا لعدم تكرارها في الفترة المقبلة. تعالوا نروح لمحمود حمدي الونش مدافع فريقنا واللي بيواصل المرحلة الثانية من التأهيل في أحد المراكز الطبية العالمية في قطر. لاعب شغال بشكل ممتاز وبيستجيب الحمد لله للتأهل، وبإذن الله يرجع القاهرة آخر يناير، وده بعدها هيبدأ المرحلة الأخيرة، بعد كده يشارك إن شاء الله في التدريبات، إن شاء الله يرجع لنا بألف مليون سلامة. طيب زي ما كنا بنتكلم في الانترو في البدايه، ان احنا على مدار السنين اللي فاتت فريقنا اتعرض لمشاكل كتير جدا وصعوبات كتير، لكن الحمد لله في الاخر قدر ان هو يتخطاها وقدر ان هو ينجح كمان بالفوز ببطولات. علشان كده تعالوا مع بعض نروح نشوف تقرير وبعد كده نرجع ونستكمل اخبارنا. بعد انتخابات فبراير الجميع يتذكر ماذا فعل رئيس النادي، فقد قرر عرض لاعبين للبيع وقرر عدم تجديد عقود لاعبين شعروا أن النجم أقوى من النادي، وترك مرتضى منصور رئيس النادي في نفس الوقت للمدرب جوسفالدو فيريرا قراره الفني من يشارك ومن لا يشارك. البعض كان يعتقد أن القرارات تعني غياب البطولات عن زمالك 2022، لكن مرتضى منصور وأمير مرتضى وجوسفالدو فيريرا كانوا في المقابل يصنعون وفي صمت فريقا جديدا للزمالك، فريقا أطلقوا عليه فريق الأمل الذي ضخ 5 لاعبين واعدين في صفوفه، وفي نفس الوقت كان قد تلقى نجوم الزمالك الرسالة وتغير الحال تماما. الجميع بات يلعب وبقوة في سبيل هدف واحد هو تحقيق الانتصارات، وفي الوقت الذي كان الزمالك بعيد كل البعد عن البطولات شاهد الجميع نجاح سياسة رئيس النادي وإدارته، وبدأ يقتحم صراع المنافسة بقوة وينهي عام 2022 محققا كبرى الإنجازات، الدوري الممتاز للمرة 14 في تاريخه، ولقب بطل كأس مصر في ثنائية تاريخية بعد غياب 7 سنوات. هذا هو الزمالك، وهذا هو مرتضى منصور،
وهذا هو المستقبل الذي ينتظر عشاق مدرسة الفن والهندسة في كل مكان. ورجعنا لكم مرة تانية. خلينا نسأل التليفون دلوقتي من كابتن يوسف حمدي نجم ولاعب الزمالك السابق. مساء الخير يا كابتن. الو. مساء الخير يا كابتن، حضرتك سامعني كويس؟ مساء النور، ازيك يا مهدي؟ ازي حضرتك، كل سنة وحضرتك طيب وان شاء الله تبقى سنة سعيدة عليك. وانت طيبة، سنة سعيدة لينا وعليك. يا رب ان شاء الله. عايزة اتكلم معاك بقى على القادم ومباراة الزمالك والاتحاد، وشايف ازاي المواجهة دي، خاصة ان كمان يعني حضرتك يعني لعبت في نادي الاتحاد السكندري قبل كده، وكنت في الجهاز الفني كمان لنادي الاتحاد في الموسم الماضي. بص كمان خليني اخدك طبعا للمباراتين اللي الزمالك الماتشين اللي فاتوا سواء اسوان او الداخلية. وطبيعي ان المباراتين دول بالنسبه لنادي كبير زي الزمالك خلاص يعني مباراتين اتقفل صفحتهم خالص. بالظبط. واحيانا بيكون في فتره مؤقته كده بتبقى الانديه الجماهيريه والانديه الكبيره واللعيبه الكبيره برضو بيكون فيها عدم توفيق. تمام، عايزين بقى نتكلم عن مواجهه الزمالك مع الاتحاد، خاصه ان انا بقول لحضرتك حضرتك لعبت مع نادي الاتحاد وكنت كمان من ضمن الجهاز الفني كمان لنادي الاتحاد الموسم الماضي. طبعا هي مباراه الاتحاد والزمالك دايما بتتسم بالقوه يعني والاثاره، خاصه ان هم انديه جماهيريه، لكن اجمل ما في المباريات دي ان هي بتكون يعني مباريات انديه جماهيريه لكن في حب وتعاون ما بين الناديين بقالهم فتره كبيره قوي يعني. الحاله بالنسبه لنادي الاتحاد وبالنسبه لنادي الزمالك اعتقد ان هي متشابهه دلوقتي على المستوى الفني. في تعثر مباراتين لنادي الاتحاد وفي تعثر مباراتين لنادي الزمالك، لكن ده مش مقياس طبعا. بالظبط. خاصه ان الفريقين بيضموا دلوقتي مجموعه لعيبه كويسه سواء على النواحي الدفاعيه او في النواحي الهجوميه او وسط الملعب، لعيبه مميزه على مستوى مصر كلها سواء الاتحاد او الزمالك. شايفها المواجهه فنيا هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى مواجهه سهله وبسيطه وعادي ممكن تعدي مرور الكرام، ولا هتبقى مواجهه صعبه جدا خاصه زي ما حضرتك قلت هما ناديين عندهم شعبيه وعندهم جماهيريه طبعا كبيره؟ يعني بص خليني اقول لك ان الظروف المحيطه بالمباراه هي اللي هتصعب المباراه شويه يعني. زي ما قلت لك نادي الاتحاد اخر مباراتين خسر من انبي، نفس الشكل بالنسبه للزمالك، خسر من اسوان وخسر من وخسر وتعادل مع الداخليه، تعادل مع الداخليه صعب جدا. فاعتقد ده اللي هيصعب المباراه، ان كل فريق عايز يكسب عشان يخرج ويعدي الكبوه دي. فريق الزمالك طبيعي ان هو بينافس دايما على الدوري، نادي الاتحاد السنه دي ماشي بشكل كويس في بدايه الموسم، حصل تعثر الفتره الاخيره، ده برده بيخليه زي ما بقول لك ان هو محتاج ان هو يكسب المباراه دي علشان يقدر يخش في المربع الذهبي اللي هو بيفكر فيه ان هو يلعب في افريقيا. عناصر نادي الاتحاد في مجموعه لعيبه مميزه زي المهدي، محمود علاء، زي خالد الغندور، زي مروان عطيه، مهدي، ابراهيم حسن، مجموعه لعيبه بتصنع الفارق. الناحيه الثانيه نادي الزمالك لو جينا بصينا هتلاقي مجموعه عناصر كلها مميزه ومن افضل اللعيبه اللي في مصر، محتاجه بس هي محتاجه توليفه كويسه، محتاجه اعاده انضباط شويه داخل الفريق، محتاجه برضو تنظيم شويه من مستر فيريرا، ظهر الماتشين اللي فاتوا دول. ان برضو في حاجه ماهر عايز اقول لك عليها، طبيعي ان المدير الفني اما بيدرس فريق منافس ممكن اعمل طريقه او خطه مرتبطه بالفريق المنافس. طبعا مستر فيريرا دلوقتي شغال بنفس الطريقه اللي هي 3 4 3 مع كل الفرق. ففي وقت المفروض تستخدم الطريقه دي، وفي وقت عليه بيجي عليك ممكن تبدا مع مباريات مع بعض الفرق اللي هي المستوى الثاني براسين حربه، ممكن تقلب الطريقه ل 4 2 3 1 زي مثلا لو افترضنا ان عبد الله السعيد اصبح متواجد مع نادي الزمالك الفتره اللي جايه، فهي انسب طريقه تناسب عبد الله هي انك تلعب بصانع العاب رقم 10. فلازم الطريقه كمان هتتغير بناء على لاعب. لكن هي طبيعي ان هي مباريات دايما بتكون مباريات جميله ما بين الاتحاد والزمالك، مباريات هتكون حماسيه زي ما بقول لك، هيأثر بالسلب عليها في بدايه المباراه النتائج السلبيه اللي اتحققت بالنسبه لنادي الاتحاد ونادي الزمالك الفتره الاخيره. ان شاء الله. طب يا كابتن عايز اسالك، لو ايه يعني طريقه اللعب الانسب اللي مستر فيريرا يلعب بيها بحيث ان هو يعني يقلل من خطوره لاعبي الاتحاد ويقدر يقفل عليهم بشكل كويس جدا؟ بص يا ماهر، هو مبدئيا مش هيقدر يغير الطريقه اللي هي 3 4 3 اللي بيلعب بيها، لان المباريات دلوقتي كل 4 ايام مباراه. فانت عشان تغير طريقه لعب من وقت للاخر او لازم محتاج انت فتره توقف طويله.
على الاقل مثلا من 15 ل 20 يوم عشان تقدر تحفظ لاعبتك الطريقه الجديده. هو مبدئيا هو مش هيغير، لكن انا الفكره ان انا بكلمك ان حتى انت في بعض المباريات مثلا زي مباراه امبارح لو جينا اتكلمنا على وجود رؤى وجنب منه امام عاشور وجنب منه السيسي، احيانا بيبقى في بعض اللعيبه ادوارها متشابهه مثلا. فده انت كده بتخسر لاعب او اثنين. ارجع بيجي قبل كده لما كان مثلا طارق السعيد وطارق السيد وابو العلا وعبد الواحد الاربعه بيلعبوا ناحيه الشمال. في حاجات لازم انت الراجل المدير الفني نفسه بيفكر فيها. احنا امبارح لو شفت التشكيل بتاع نادي الزمالك اللعيبه اللي بيبلغ عليها الطابع الدفاعي كتير قوي، ده ما كانش فيه غير اثنين مثلا اللي هو سامسون وزيزو هم الناس اللي عندها نواحي هجوميه. طيب هو ازاي يتفادى فكره التشابه الادوار بالنسبه لنص الملعب؟ يعني حضرتك تفضل مين يكون موجود في نص الملعب؟ ما هو ده شغل فني بحت زي ما بقول لك. هو اكثر واحد حاسس بلاعبته هو مستر فيريرا. هو عارف ان انا بتكلم في ايه. انا النهارده مثلا على لاعب خط هجوم قوي ممكن العب بالطريقه اللي هي 3 4 3 دي الطبيعيه بتاعته عادي مفيش مشكله خالص. ان انا مثلا على لاعب خط برضه محتاج ان انا اكسب، فممكن العب بفيزو والعب بمصطفى شلبي والعب برضه بشيكابالا وقدام منهم راس حربه واحد ان انا ازود النواحي الهجوميه. ممكن احتاج في وقت ان انا بلعب بامام عاشور ديفندر تاني جنب واحد من الاثنين جنب رؤى وتيتا والتيتي علشان انا اقدر اهاجم. دونجا محتاج ان هو ياخد وقت، وبعدين في امكانيات انا هقول لك عليها مختلفه. يعني ممكن دونجا وهو بيلعب ديفندر تقدر تلعب قدام منه واحد بيهاجم زي ما كان بيلعب مثلا طارق حامد وتيتا، واحد بيدافع كويس واحد بيهاجم كويس. واحيانا انت بتحتاج اثنين بيدافعوا بس عشان بيكملوا بعض. دي حقيقة. دي كلها انت اكتر واحد ادرى بيها مستر فيريرا ان هو يفكر فيها، خاصة زي ما بقول لك انا ان انت فريق بيلعب على البطولة وفريق بالزبط. دايما عايز يكسب، فلازم دايما على الاقل بيكون لا يقل عن 4-5 في النواحي الهجومية وانت بتهاجم. يعني انا ما ينفعش امبارح مثلا اكون بهاجم، حتى لما نزلت راسين حربة جيزو لما راح على ناحية اليمين بقى يعمل كروستات برضه ما فيش زيادة عددية لانك انت في ثلاثة واقفين في نص الملعب دي من دراسة. امبارح المسلوسي مثلا قدام نيمار. بما اننا اتكلمنا عن فكره وجود اثنين راس حربه كلنا عارفين طبعا الجزيري ومستوى الجزيري، ولكن بقى عايزه يعني اروح لحضرتك لسامسون اكينولا وتقول لي نصيحتك ايه لسامسون الفتره اللي جايه؟ لا انا حاسس ان هو عنده حاله هدوء لغايه دلوقتي ما دخلش جوه نادي الزمالك مع لغايه دلوقتي تقريبا برده ما اتنقلوش ان هو مهاجم نادي كبير بينافس على البطولات اللي بيلعب فيها كلها سواء دوري او كاس او بطوله او افريقيا او بطوله عربيه. لازم يفهم ان هو راس حربه لنادي بيلعب في 3-4 بطولات. بس ده بنشوفه كتير يا كابتن، يعني فكره ان انا صفقه جديده او لسه جايه او لسه داخل النادي في ناس بتاخد وقت، في ناس ممكن تبقى سريعه جدا وتندمج بسرعه جدا، وفي ناس لا ممكن تاخد وقت، يعني ممكن تاخد وقت طويل كمان. ما هي انا بقول لك هي الفكره ان هو زي ما انت بتقولي كده ان هو يقلل المسافه بسرعه ويقلل الوقت بسرعه ان هو يدخل في وسط الناس. زي ما الناس فرحت اول مباراه ليه جاب هدف بالظبط. لغايه دلوقتي انت سانتو والجزيري لغايه دلوقتي انت ما حسيتيش ان لسه راس حربه بتاع نادي الزمالك اللي هو يكسبك في اي وقت موجود. بدليل ان انت غيرتي في المركز ده في ال 10 مباريات او ال 12 مباراه اللي اتلعبوا طوال الدوري ده، انت غيرتي ناس كتير قوي في المركز ده. ده احيانا يوسف نبيه اللي هو بيلعب على الطرف بقى بيلعب فيها راس حربه. فما دام انت بتغيري في مكان كتير تعرفي ان المكان ده فيه مشكله. بما اننا جبنا النهارده انت ما شفتيش الاثنين بالشكل ده. ده حقيقة. بما اننا جبنا سيره يوسف اسامه نبيه، يوسف برده في الاول كانت لسه الدنيا مش ظابطه معاه قوي، ولكن مؤخرا الحمد لله ابتدى يسجل اهداف ومهاره. رايك كيف في مسيره يوسف حتى الان؟ طبيعي يا مها، خلي بالك هو مهما حصل برضو الولد لسه صغير، بقاله سنتين بس السنه اللي فاتت مشاركه مع الفريق الاول والسنه دي، وهتلاقي نفس المشكله برضو بنيمار، هتلاقيه طالع ونازل، هتلاقيه مشكله بالنسبه برضو لسيف وحسام عبد المجيد، هتلاقيه طالع للمستوى ونازل، وبرضو راس حربه جديد يوسف، هتلاقي يوسف حسن هتلاقي برضو ايه، عشان برضو الجمهور يبقى حاطط اعتبارات في الحسابات من دلوقتي. اي لعيب صغير داخل على نادي كبير مش عشان يوصل للمرحله مثلا انت مثلا عشان تلاقي يوسف نبيه زي زيزو اللي هو حفظ المكان وبقى مؤثر بقى ويكسب الفرقه 10 15 مباراه ورا بعض ويعمل موسم كامل بشكل كويس، لا ده هياخد وقت معاهم شويه. طب بما ان بنتكلم على فكره ان اللعيبه فعلا ممكن تاخد وقت، يوسف حسن ما ياخدش فرصته الفتره اللي جايه؟
انا بقول لك يوسف هياخد فرصته وهو من الفراوده الكويسين بالظبط وانا متابعهم من زمان، انما انا بتكلم عشان برضو يبقى احنا حاطين نفسنا في الصوره، الرياضيين والاعلاميين والجماهير، الناس المفروض تكون فاهمه وواعيه ان هو هيجي ماتش مثلا تبص تلاقيه ماتش عالي قوي ويكسبك، والماتش اللي بعديه اقل شويه ويعلى تاني وينزل تاني، انما ثبات المستوى ان هو يبقى دايما انت خلاص حطيتي في الاعتبار ان هو اللي هيكسبك وهو الورقه الرابعه بتاعتك، هياخد وقت شويه بالنسبه ليوسف وبالنسبه لسيد نيمار وبالنسبه لسيف فاروق بالكابتن فاروق جعفر ونفس الشكل بالنسبه ليوسف وسام نبيه، دول هيفضلوا طالعين نازلين كده لغايه ما يثبت على المستوى، فده طبيعي بالنسبه لهم. طيب احنا بين الجزيري وسامسون الناس دي لا لازم تدخل بسرعه شويه ما تكسب الفرقه ويكون لها دور، خاصه ان المشكله كمان الكبيره ان انت بتلعب كل اربع خمس ايام مباريات بالظبط، عندك ضغط فعلا. المدير الفني لما يحتاجك ويحصل عمليه روتيشن لازم يلاقيك على طول. صح دي حقيقه على عكس الانديه الثانيه. انا بشكرك جدا كابتن يوسف حمدي نجم ولاعب الزمالك السابق، بشكر حضرتك جدا جدا على وجودك معانا. مش محتاجه كلام طبعا، كلنا مع الزمالك، عادي جدا تتعثر ده طبيعي جدا، ولكن المهم ان احنا ان شاء الله في المباريات اللي جايه قادرين ان احنا نعوض، احنا نادي الزمالك ان شاء الله كلنا ورا فريقنا ليحقق المزيد والمزيد من النجاحات وتجميع النقاط، ولسه احنا لسه في تلت الموسم مثلا، موسم لسه طويل، لسه في فرق هتتعثر وفي فرق هتقع، فكره ان انا استعجل لا، الفريق اهم، الفريق اهم، ان انا الفريق يقوم على رجله اهم كتير جدا. خلونا دلوقتي نطلع فاصل قصير وبعدها نرجع، عندنا كلام كتير النهارده، يعني الكلام ما وقفش عند هذه النقاط، عندنا كلام كتير جدا عايزين نقوله لحضراتكم النهارده، ولكن خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع ونكمل اخبارنا. بداية أخبارنا المتنوعة من عند فريق الإسماعيلي واللي استأنف تدريباته النهاردة بعد ما حصل اللاعبون على راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة قبل استكمال استعداداته لمواجهة حرس الحدود ضمن منافسات الدوري الممتاز. نادي الإسماعيلي هيواجه حرس الحدود يوم الحد اللي جاي على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة، ده طبعا في إطار الجولة الـ 12 من عمر الدوري. طبعا نادي الإسماعيلي من الفرق طبعا اللي احنا كلنا بنحبها، وكان لما بيتعرض الموسم اللي فات يعني كان شوية يقوم ويقع ويقوم ويقع، ف كنا في كل مره بصراحه بنبقى متضايقين جدا على نادي الاسماعيلي، احنا بنحب نادي الاسماعيلي جدا، هو فريق كبير يستحق ان تكون فرصه او حظوظه احسن من كده، وهو كمان نادي جماهيري وانا بحب الانديه الجماهيريه قوي، يعني مثلا المباراه اللي جايه معانا مع الاتحاد هي برضو مباراه جماهيريه، حلو قوي ان انت لما تواجه فريق يبقى عنده جمهور وانت كمان عندك جمهورك، فهي دي الكوره، هي دي الكوره ان انت اصلا يبقى عندك جماهير وفي منافسه حلوه ومنافسه شريفه، الكوره اصلا اتعملت عشان خاطر الناس تستمتع، الناس تحب الكوره اكتر، عشان كده ما ينفعش يبقى في كوره من غير جماهير. عايز اقول لكم ان موضوع كريستيانو لحد النهارده لسه حديث الساعه، لسه كل الناس بتتكلم عليه. عايز اخد معاكم تليفون دلوقتي من استاذ ادهم الشرقاوي الناقد الرياضي من السعوديه علشان يطمنوا اكتر كمان اللي بيحصل دلوقتي مع كريستيانو، كمان نادي النصر السعودي بيلعب الان. مساء الخير يا استاذ ادهم. اهلا بيكي استاذه مها. اهلا وسهلا بحضرتك. هذا المشاهدين، وطبعا هارد لاك بالامس لجمهور نادي الزمالك العظيم، ولكن يعني اولا هناك تعليق على الاداء التحكيمي السيء اللي كان الحقيقه مثار جدل كبير جدا 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 بالامس، ومنع الزمالك من انتصار مستحق امام فريق الداخليه، ومنع الزمالك من يعني ضربتي جزاء بالاضافه الى هدف غير شرعي لفريق الداخليه أصفر عنه تعادل وضياع نقطتين غير مستحقين عن نادي الزمالك، لكن إن شاء الله تكون هناك عودة قوية خلال المباريات والمواجهات القادمة، خاصة لقاء الاتحاد السكندري ومن بعده لقائي بيراميدز والأهلي. إن شاء الله. أنا بشكرك جدا يا أستاذ آدم، وبشكر طبعا مشاعر حضرتك طبعا تجاهنا، وإحنا النهاردة اتكلمنا باستفاضة عن موضوع الأخطاء التحكيمية، وإن شاء الله يا رب نتمنى إن يكون في وقفة من المباريات اللي جاية. وعايز أسأل حضرتك،
احنا دايما بنقعد نقول عن مشاكل التحكيميه، بس من وجهه نظر حضرتك ايه مشاكل التحكيم؟ يعني ازاي ممكن نحلها اصلا؟ اولا يعني الحقيقه في ازمه كبيره في التحكيم المصري خلال السنوات الماضيه. التعاقد مع كلاتنبرج بعد فشل تجربته في كرة القدم السعودية كان مسار علامات استفهام عديدة طوال الفترة الماضية. كلاتنبرج لم يقدم الإضافة للتحكيم السعودي خلال فترة تواجده في رئاسة لجنة الحكام السعودية في السنتين الأخيرتين، إضافة إلى انشغاله بأكثر من عمل سواء على المستوى التحليلي والظهور في عدة قنوات تلفزيونية خاصة في اليونان، وكذلك إشرافه على عدة لجان حكام سواء في مصر أو خارج مصر. ده أكيد أثر على قوة وقيمة الحكام في مصر خلال الفترة الأخيرة. كذلك هناك بعض الحكام لديهم انتماءات، وهذا ما لم يتواجد في أي دولة في من الدول، على الأقل حتى الدول العربية باعتبارنا متابعين هنا للشأن السعودي أو شأن البطولات في دول الخليج، ليس هناك حكام لديهم انتماءات معلنة. ده المفروض يعني صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني الكابتن أمين عمر يعاقب على أداء أو على قرار لجنة المسابقات عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي. أصبح الحكم ندا للجماهير وندا، يعني كيف سيتقبل الزملكاوية أمين عمر حكما لمباريات الزمالك خلال الفترة القادمة؟ حاجة طبعا ما تنفعش، ما حدش مصدق. وعلى فكرة الجماهير اللي بتبقى متواجدة أصلا في المدرجات بتحاول إن هي طبعا ترجع حق الزمالك، يعني مثلا بقى في ركلة جزاء الجماهير بتحاول إن هي تؤثر وتقول إن يا جماعة عندنا ضربة جزاء، يا حكم اسمعنا، بس كأن ما حدش شايف. يعني الأزمة الأكبر كمان في التحكيم من إعلان الانتماءات، يعني أكثر عنصر في المنظومة لا يمكن له إعلان انتماء هو الحكم، ومع ذلك في مصر هناك بعض الحكام من خلال صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنوا انتماءاتهم تجاه أحد الأندية. الجزء الأخطر هو ده تعليق، يعني احنا عارضين دلوقتي على الشاشة تعليق أمين عمر الحكم، وبيقول يعني حاطط ايموجي يعني استنكار يعني، وكمان كاتب بس في مباراة أمين عمر في الموسم 2019 كان بطلا للقاء الأهلي وسموها، عندما كان الزمالك قريب جدا من التتويج بلقب الدوري في هذا الموسم مع المدرب السويسري كريستيان جروس، واحتسب اكثر من 9 دقائق وقت بدل ضائع حتى سجل جيراردو انذاك هدف الانتصار للنادي الاهلي. بعيدا عن الحديث عن الكابتن امين كحاله شخصيه او كحاله فرديه، ازدواجيه المعايير بالنسبه للحكام في بعض اللقطات، يعني الكابتن محمود البنا امس في لقاء النادي الاهلي مع انبي نفس هذه الكره من قبل احتسبها في لقاء الزمالك الموسم الماضي مع المصري البورسعيدي عندما تصدى عواد لركلتي جزاء، بالضبط نفس الكره على ياسر ابراهيم كان نفس الكره على محمود حمدي الونش. وبالتالي ازدواجيه المعايير بيفقد الثقه بالنسبه للجمهور الرياضي في الحكام وفي المنظومه ككل. إن شاء الله نتمنى المباريات القادمة مباريات حاسمة على المستوى المحلي، وكذلك بداية المشوار الإفريقي. كل التوفيق إن شاء الله للتحكيم المصري في عودة التحكيم المصري لقيمته ومكانته المية. لكن للأسف الشديد هناك بعض الحكام أساءوا استخدام تقنية الفار في الهدف المحدد ليها، وكذلك بعض المخرجين في إعادة اللقطات من زوايا محددة على سبيل الخطأ. حضرتك متابع جدا والله يا أستاذ أدهم، يعني متابع جدا فعلا كل اللي بيحصل سواء إخراجيا أو من تقنية الفي آر أو من حكام الساحة أو من غيره، يعني لأن كل هذه المشاهد يعني تعاد هنا أمام الصحفيين حتى من كل الجنسيات ومن كل الأقطار يشاهدون التحكيم المصري. مصر بلد عظيم وتستحق تحكيم ودوري محترم يحترم المشاهد المصري، دولة لها
تاريخ على المستوى العربي وعلى المستوى الافريقي. ان شاء الله كل التوفيق للشباب. طبعا المفروض زي ما بنقدم طبعا نموذج محترم في الكره المصريه، يجب ايضا ان نقدم نموذج ايضا محترم في التحكيم، يعني الناس تاخدنا قدوه ليهم بالنسبه طبعا لموضوع التحكيم. ما ينفعش يبقى فيه اي نوع من انواع الاخطاء، ولازم طبعا يكون فيه عدل تام. بالفعل يا استاذ مها، الحقيقه التحكيم كان بطلا للجولتين الماضيتين، وخاصه التحكيم كان جزء مهم وكبير جدا من توسيع الفارق في صداره الدوري. الزمالك من 5 ايام كان متصدرا للقب الدوري، بعد 5 ايام فقط 5 نقاط وسط ازمات تحكيميه متتاليه، سواء على مستوى لقاء اسوان في أسوان وضربة جزاء لسيف الدين الجزيري في الشوط الأول، ضربة جزاء للمهاجم سامي في الشوط الثاني، ثم لقاء الأمس ضربة جزاء صريحة احتسبت للنادي الأهلي في الدقائق الأخيرة لمحمد مجدي أفشة، وفي مباراة فيوتشر برضه في لقاء فيوتشر على سعد، كانت سعد سمير يعني شد وقتها سافيو واتحسبت. ضربة جزاء في الدقيقة 96 والنتيجة 1-1، من السهل جدا أن تحتسب ركلة جزاء في الدقائق الأولى لمواجهة أساسا الزمالك سجل فيه هدف، نفس هذا الهدف في الموسم قبل الماضي سجل فريق وادي دجلة هدف مشابه لنفس الهدف في لقاء النادي الأهلي عن طريق مروان حمدي مهاجم الزمالك السابق، وتم إلغاء الهدف. وبالتالي ازدواجية المعايير عند الجماهير الرياضية بتؤدي لحالة من حالات الاحتقان الجماهيري، وده بيشكل أزمة كبيرة جدا جدا على مستوى الدوري المصري وقيمته، سواء القيمة المكانية أو القيمة السوقية. يعني احنا دلوقتي عارضين الصورتين اللي تحت بتاعت برونو سافيو، وكمان اللي فوق بتاعت سامسون أكينولا، طبعا اللي تحت اتحسبت واللي فوق لم تحتسب. والحقيقة أن الموضوع ده بجد بيبقى مستفز جدا، يعني برضو الواحد غصب عنه بيحب طبعا نادي، وغصب عنه لازم يدافع عن الحق، وهو ده الحق. المفروض زي ما اتحسبت تحت تتحسب فوق على فكرة. يعني مهما كان مستواك سيء يعني اعطيني حق، يعني بالزبط. كرة القدم والرياضة اديني حق وبعد كده النتيجة بيد الله يعني. وبالتالي على فكرة وقتها المنافس يعني اللاعب وقع علشان تحتسب ضربة الجزاء، ولكن هل مثلا كان لازم سامسون يقع فعلا ويمثل بقى ان هو مثلا وقع، وان هي لا انا هقع بقى عشان اخد فعلا ضربة الجزاء بتاعتي؟ ما المفروض الحق يتطبق اصلا، يعني في خلاص هي مش فيها اعاقة، يبقى اللاعب ياخد حقه. بالفعل، وهناك اكثر من اعاده تلفزيونيه اثبتت صحه الواقعه، وليس من الواجب ان اللاعب. امال احنا حاطين الفار ليه؟ يعني احنا الفار موجود ليه؟ مش عشان يعني الكلام ده ما يحصلش، ان لو الزمالك دلوقتي ليه ركله جزاء المفروض ان هي تحتسب. هناك بعض الحكام اساءوا، معلش ممكن تعرضها لنا تاني؟ اساءوا استعمال تقنيه الفار التي وجدت بالاساس من اجل ارساء العداله التحكيميه. ما اعرفش يا استاذ ادهم، يعني لو حضرتك يعني مشغل دلوقتي قناه الزمالك وانت معانا، على فكره انا بقول لك ان هي يعني خلاص لو حكم الساحه ما حسبهاش ضربه جزاء، ففي الفار المفروض يحسبها ضربه جزاء. يعني انا لحد دلوقتي هتجنن، هي ازاي دي ما تتحسبش؟ يعني انا ازاي امنع فريق من ان هو ياخد ال3 نقاط بتاعته؟ ازاي ممكن اعمل كده؟ يعني موضوع مستفز جدا. كمان جدا في التحكيم بتتمثل في ان حكام الساحه لم يعودوا بالشجاعه المطلوبه في اتخاذ القرارات، كل القرارات اللي فيها جدال بتتحول الى الفار. يعني كل القرارات المهمه في الملعب، يعني قيمه الحكم الفار جاء لمجرد المساعده في لقطه واحده فيها شك. بالظبط. لكن بعض الحكام بيذهب لتقنيه الفار اكثر من 5 و6 مباريات. ولا ما في مشكله ان دلوقتي حكام الساحه يعني دلوقتي بقوا بيعتمدوا اعتماد كلي على حكم الفار. حكم الساحه تحول الى حكم رايه زي زمان، فقط يحتسب الفاول البسيط في نص الملعب، الضربه الركنيه، رميه التماس. بالظبط. اصبحت ادواره الرئيسيه تذهب لحكم الفار، واصبح
حكم الفار هو اللي بيتحكم. هو المفروض عنده شخصيته يعني، عارف ان دي تستحق ضربه جزاء. على فكره هو ده، انا عرضت المشهد ده، ده مش الخطا الوحيد، ده بالذات مباراه الداخليه امبارح كان فيها اخطاء. لا ما بجد احنا عدينا مرحله الاخطاء زي ما قلت، دي كوارث تحكيميه، كوارث تحكيميه الحقيقه. اصبح عدد الحكام اللي بيخطئوا كبير، يعني في فتره من الفترات كان ممكن نقول في حكم او حكمين مستواهم اقل من عدد الحكام المميزين في مصر، لكن الان اصبح عدد الحكام السيئين كبير جدا، وحتى المميزين اصبح لديهم اخطاء قاتله. يعني الحكم رقم واحد في مصر الكابتن محمود البنا، حتى الكابتن محمود البنا اصبح لديه اخطاء قاتله. والحقيقه حتى ده دليل كبير، يعني التحكيم المصري لم يعد ممثل خارجيا بشكل او باخر. كان عندنا الكابتن عصام عبد الفتاح في كاس العالم من قبل، قبله الكابتن جمال المنظور، الان لم يعد لدينا اي. يا استاذ ادهم احنا دلوقتي لما بقينا كمان خلاص بعد ما القائمه بتاعت الزمالك بتنزل ونعرف مين التشكيل، بقينا خلاص نسال مين الحكم يا جماعه عشان نشوف الحكم ده هيعمل ايه فينا، يعني بقى منافس خلاص دلوقتي بالنسبه لنا. انا لازم اشوف مين الحكم عشان اعرف والله هو هيعاملني ازاي في المباراه، يعني انا مش هركز كمان مع الفرقه. شوف الخطير في الامر يا استاذه مها، جرائه الحكام في مباريات الزمالك على الزمالك، وكان في المباريات الاخيره يمكن الكابتن عبد الحليم علي امس في الاستديو التحليلي فتح مجال للحديث طبعا جدا عن هذه. على فكره كابتن عبد الحليم اول مره يعني اشوفه بصراحه بالطريقه دي ويهاجم بالطريقه دي. كابتن عبد الحليم بطبعه شخص هادي جدا جدا جدا، فواصل ان هو مرحله ان الراجل فاض بيه الكيل، وانه لا انا حاسس انه كده كتير، وان انا واجبي دلوقتي بقى ان انا لازم اتكلم، لان اللي حصل امبارح بصراحه ما ينفعش حد يسكت عليه ابدا. والحقيقه كمان يعني بعيدا عن الازمات التحكيميه، مستوى التحكيم المصري، مستوى التحكيم المصري اصبح يعني ضعيف لدرجه ان هنا في الدوري السعودي تقريبا كل جوله على الاقل نصف عدد المباريات بيجي حكام اجانب على اعلى مستوى. لم يتم التفكير مره واحده في الحصول على حكم مصري، ودي كمان ازمه جديده تضاف للازمه الموجوده اساسا. كان دائما بعيدا عن الازمه التحكيميه، كان دائما المدرب المصري له قيمته ومكانته في كرة القدم السعودية، ويتم الاستعانة بمدربين مصريين للتدريب في الدوري السعودي. بقالنا 5 سنوات مفيش مدرب مصري بعيدا عن الكابتن احمد حسام ميدو عندما قاد نادي الوحدة السعودي طبعا فترة مؤقتة وقدم نجاحات جيدة قبل ان يغادر نادي الوحدة في مكة المكرمة. ليس هناك مدرب مصري وليس هناك نادي الوحدة صح؟ يأتي للتحكيم. نادي الوحدة في مكة المكرمة قدم اداءات جيده الكابتن احمد حسام ميدو، ولكن بعد الكابتن احمد حسام ميدو لا يتواجد مدربين مصريين حتى في دوري الدرجه الاولى اللي هو الدوري الممتاز به. اول مدربين مصريين ممكن نسمع صوتهم او اسمهم بيكون في دوري الدرجه الثانيه السعودي. فهناك يعني ابتعاد على مستوى المدربين وحتى على مستوى الحكام. الحكم المصري لم يعد مطلوبا في دول الخليج يعني طوال مصر طوال كانت يعني مليئه طبعا بالمواهب، ودايما كان عندنا مواهب، ودايما كنا احنا يعني مصر هي الرائده في هذا المجال، ودايما مصر هي اللي بتعلم دول كتير جدا حاجات كتير. فصعب طبعا دلوقتي زي ما حضرتك بتتكلم انك تلاقي كوادر مصريه بالذات كمان في الكره. يعني استاذ ادهم بالفعل ان شاء الله عودة الرياضة المصرية وعودة التحكيم المصري يا رب، والمدربين المصريين للواجهة إن شاء الله من جديد، سواء على المستوى العربي إن شاء الله وعلى المستوى الإفريقي خلال المرحلة القادمة بإذن الله. يا رب إن شاء الله. عايزة أروح بقى معاك بقى أستاذ أدهم لكريستيانو. طبعا حديث الساعة والكلام عنه ما بيخلصش، وكل يوم بيبقى فيه جديد. يعني طمنا بقى الوضع دلوقتي مع كريستيانو ازاي مع نادي النصر السعودي. كريستيانو رونالدو بالأمس وصلت البطاقة الدولية لكريستيانو رونالدو إلى نادي تمام. النصر. الآن نادي النصر يلعب أمام الطائي. النتيجة الآن تقدم النصر بهدفي تاليسكا على فريق الطائي. رونالدو سيشارك إن شاء الله
بدايه من يوم 22 من الشهر الجاري امام الاتفاق في ملعب مرسول بارك، ستكون اول مواجهه تلعب فيها كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو تواجد اليوم في مقاعد الجماهير في المنصه الرسميه لملعب مرسول بارك. رونالدو عمل حاله كبيره وكبيره جدا هنا في الاوساط الرياضيه السعوديه والاوساط النصرويه، وطبعا الكل يترقب موعد. يعني وهو معانا صوره ليه دلوقتي وهو بيتابع المباراه. بالفعل يعني بدء مشواره مع نادي النصر في ال 22 من الشهر الجاري، وكذلك نادي النصر اصبح قريب من الاستغناء عن المهاجم بيزنت ابو بكر المهاجم الكاميروني، حيث سيسجل رونالدو بديلا عنه لان الثنائي بيلعب في نفس المكان. كذلك هناك عرض اعاره من جانب فريق مانشستر يونايتد الانجليزي وفنار بخشة التركي لانضمام فيزنت ابو بكر لاحدهما خلال فتره الانتقالات الشتويه الحاليه. تمام. عايزه اسال حضرتك على يعني الديربي اللي كان حاصل امبارح ما بين الاتحاد، وكمان عرفنا ان عبد الاله يعني اصيب في المباراه بالامس، يعني طمنا على حالته. بالفعل عبد الاله المالكي اعلن نادي الهلال منذ قليل عن اصابه اللاعب بالرباط الصليبي للمرة الثانية خلال عام واحد، وبالتالي انتهاء مشواره هذا الموسم مع فريق الهلال. كان تعرض لرباط صليبي أول قبل نهايات كأس العالم، وعاد على مباريات كأس العالم وأدى أداء جيد. لاعب كبير طبعا وخسارة كبيرة طبعا، وإن شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل بإذن الله تعالى. الهلال كسب مواجهة الكلاسيكو، واحد من كلاسيكيات كرة القدم السعودية، خاصة أمام الاتحاد. الاتحاد قدم مباراة جيدة خاصة في الشوط الثاني، وأضاع عبد الرزاق حمد الله عدد من الأهداف المحققة، لكن الهلال وخبرة رامون دياز حسمت الموقف رغم غياب عدد من الأسماء المميزة عن فريق الهلال، خاصة الثنائي ياسر الشهراني وسلمان الفرج اللذان يعانان من الإصابة منذ بطولة كأس العالم الماضية. ربنا يشفيهم يا رب إن شاء الله جميعا ويرجعوا بألف سلامة. أستاذ أدهم، أنا بشكر حضرتك جدا جدا على وجودك معنا، ودايما منورنا ودايما بشرفنا بوجودك معنا. طيب خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع بعدها ونكمل أخبارنا المتنوعة. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين أخبارنا المتنوعة، وهنروح لمنتخبنا الوطني المصري للرجال لكرة اليد، بيواصل الاستعداد لمنافسات بطولة العالم للرجال واللي بتستضيفها بولندا والسويد خلال الفترة من 11 ل 29 يناير 2023. منتخب مصر هيواجه منتخب كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة بالمجموعة السبعة أيام 13 و15 و17 يناير. طبعا بنتمنى لهم مليون ألف التوفيق لمنتخبنا الوطني إن شاء الله في هذه البطولة. طيب النهاردة عندنا العديد من المباريات القوية جدا والهامة جدا هتظهر قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة. أولا عندنا مواجهة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في كاس الاتحاد الإنجليزي الساعة 10، والعديد من المباريات في كأس فرنسا ممكن يكون أهمها مواجهة باريس سان جيرمان واللي هيفتتح مشواره في البطولة الساعة 10 أمام شتورو. كمان النهاردة هنشهد افتتاح كأس الخليج خليجي 25، واللي هيكون في مواجهتين الليلة العراق ضد عمان، ودي بدأت الساعة 6 وشغالة حاليا، وكمان اليمن هيواجه السعودية الساعة 9 إلا ربع إن شاء الله. فريق النصر السعودي يسعى للابتعاد بصدارة الدوري السعودي للمحترفين عندما يستضيف الطائي ضمن منافسات الجولة الـ 12 بملعب مرسول بارك في مباراة شغالة حاليا. من المنتظر ظهور النجم البرتغالي
كريستيانو رونالدو في ملعب المباراة، لكنه لن يشارك في المباراة لعدم إتمام إجراءات قيده بقائمة الفريق، حيث ينتصر النصر وصول ينتظر النصر وصول بطاقة الدولية من إنجلترا. ولكن زي ما أنتم عارفين أستاذ أدهم كان معنا من شوية وقال أن البطاقة الدولية خلاص وصلت الحمد لله، ويقدر بعد كده طبعا كريستيانو أن هو يشارك. عايز أقول لكم أن النصر ما زالت النتيجة حتى الآن، النصر كسبان 2-0. دلوقتي نادي النصر السعودي بيحتل جدول ترتيب الدوري السعودي للموسم الحالي 2022-2023 برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد الطائي في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة. خلاص قبل تليفون دلوقتي من كابتن عادل القروشي نجم الكرة المغربي السابق. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير الأخت مها، مساء الخير المستمعين بتاع الزمان. كابتن عادل حضرتك سامعني؟ الحمد لله الحمد لله، تعبان شوي من الحمد لله. ألف سلامة على حضرتك. الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك أختنا. الله يخليك، كل سنة وحضرتك طيب طبعا في البداية، وإن شاء الله 2023 سنة سعيدة على حضرتك. اللهم أمين لنا ولكل أمة المسلمة حبتها. تمام، عايزة بقى أكلمك في البداية عن المغرب والأداء العظيم جدا اللي أدته المغرب طبعا في كأس العالم، و لسه لحد النهارده يعني الصدى عندكم طبعا لسه موجود، يعني عايز اعرف الصحف كيف تناولت الموضوع، انتوا كمان حتى الان ما زلتوا فخورين طبعا بالاداء العظيم اللي ادوا المنتخب المغربي، ثم بعد كده نتكلم عن امم افريقيا. الحمد لله الانجاز اللي لحقه المنتخب المغربي انجاز كبير، الحمد لله كما شاف الجميع الحفاوه والاستقبال بعد وصول المنتخب المغربي للمغرب، كيفاش كان كيفاش استضافوا المنتخب الوطني وملكنا محمد السادس الله ينصره الريادي الاول اللي استقبل المنتخب المغربي احسن استقبال، وكيف ما شاف جميع الجماهير كيفاش استقبلت المنتخب المغربي، وصراحه يستاهلوا لان هذا الشيء اللي وصلوا ليه الحمد لله، جاب واحد الجديه، جاب واحد العمل كبير لما باللعابه لما المدرب لما الجمهور اللي مشى من المغرب باش يساند المنتخب المغربي، مشى لقطر باش يساندو، للامه العربيه كامله اللي كانوا مع المنتخب المغربي طبعا بقلوبهم وبالتشجيعات ديالهم، الحمد لله هذا انجاز تاريخي اللي غيبقى راسخ في الذهن ديال كل مغربي والعرب كاملين. كنتمنى ان شاء الله باش ما نوقفوش هنا، لان الطموح ديالنا احنا كبر والطموح ديال الشارع المغربي كبر، لان طبعا ما سهلش باش توصل للدمي فينال في كاس العالم للانديه وتبقى ما بين اربعه الفراقي وتقساو فرق عالميه وبقى المنتخب الوطني، بطبيعه الحال هذا الشيء جا بجداره واستحقاق، وكان المنتخب المغربي يستحق اكثر، ولكن الحمد لله كما قال لك هذا كما قلت لك هذا انجاز تاريخ الحمد لله، وحنا مفتخرين به. طيب كابتن عادل عايز اسالك بقى، طبيعي جدا بعد الاداء المشرف جدا اللي يعني ادته المغرب في كاس العالم، طبيعي طبعا ان يبقى في عروض للعيبه، وعايزه يعني اطمن من حضرتك او وجهه نظر حضرتك كمان في ان ابرزهم طبعا كان عز الدين اوناحي وسفيان مرابط، رايك في العروض اللي جات لهم وشايف ايه الانسب ليهم كمان الفتره اللي جايه؟ بطبيعة الحال الأكثر ديال اللاعبة جاوهم عروض بالأداء اللي قدموه، الظهور اللي بانوا فيه في كأس العالم الأندية يستحقوا أكبر الأندية، أوناحي مرابط اللي باغينهم حاليا فرق كبار، كنتمنى إن شاء الله اللي كنتمنى هو يختاروا اختيار صحيح
يمشوا للفرقه فين غيلعبوا ماشي يجلسوا في الاحتياط، لان كيف ما كتعرف الاختنا لان الاحتياط كيهرس اللاعب. كنتمنى ان شاء الله باش كيف ما قلت لك مع المدير العمل ديالهم ياخذوا القرار الصائب والفريق اللي غيمشيو يلعبوا فيه. عندهم عده عروض كبار اللي كنتمنى باش يحسموا فيها في اقرب وقت، لان كل ما طول السوء الا كتصعب على اللاعب. وناس ما ابواب كاس افريقيا قربت، كنتمنى ان شاء الله ان شاء الله كنتمنى ان شاء الله حد موفق، وان شاء الله باش يختاروا الفارق المناسب ان شاء الله. ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا جدا كابتن عادل، بشكر حضرتك جدا على وجودك معنا، كل التوفيق طبعا للمنتخب المغربي في المرحله القادمه. تعالوا مع بعض بقى دلوقتي نروح للسعوديه، نروح لاستاذ احمد فاروق السيد رئيس جهاز الهوكي بالسعوديه، ونساله طبعا عن مشاركه الزمالك في بطوله الهوكي. مساء الخير يا استاذ احمد. كابتن احمد حضرتك سامعني؟ الو ايوه. اهلا وسهلا بحضرتك، حضرتك سامعني؟ اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك، ربنا يخليك. اهلا بيك. معلش بس انا بس لسه مخلص الماتش دلوقتي عليا والله. طب طمنا على الماتش. رب الحمد لله كسبنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله. الحمد لله. طمني يعني عايز اعرف النتيجه كام كام، اولا قول لنا المواجهه وكمان قول لنا النتيجه وايه اللي حصل في المباراه بالظبط. طب احنا امبارح الحمد لله رب العالمين برضه كنا لعبنا ماتش، احنا المجموعه بتاعتنا هي مجموعه فيها سبع فرق. احنا لعبنا امبارح ماتش مع الريان القطري، كسبنا الحمد لله 4-2. تمام الحمد لله. الحمد لله رب العالمين كسبنا 5-3 الفريق اللي هو الرواد العماني. تمام، عظيم جدا يعني. طبعا بنبارك لكل جماهير الزمالك طبعا على هذا الفوز. عايزه بقى بشكرك جدا، عايزه اتكلم بقى على بطوله الهوكي والمواجهات المقبله، وهل البطوله يعني تحظى بمتابعه كبيره؟ طبعا دي اول بطوله اصلا عربيه نشارك فيها يعني فريق مصري او فريق مصري، يعني اي فرقه مثلا ما حدش اشترك قبل كده، لانها دي اول بطوله موجوده في الرياض. وباذن الله كده طبعا هم بعثوا الدعوه عشان خاطر نادي الزمالك، طبعا نادي كبير. واحنا ان شاء الله قد المسؤوليه وباذن الله هناخد البطوله. هو فرق مشاركين كابتن احمد انا مش عارفه اسمع حضرتك كويس، ممكن يعني نكون في مكان فيه شبكه؟ حضرتك سامعني يا كابتن احمد؟ الو كده تمام يعني، معلش هنعيد الكلام تاني عشان يعني ما سمعناش كويس، انا اسف. تمام، هي دي حضرتك اول بطوله عربيه بس تتلعب للهوكي. واحنا مشاركين اول برضه اول فرقه من مصر تشترك نادي الزمالك، طبعا عشان فريق كبير هم كانوا باعتين الدعوه للفريق المصري من الزمالك. وفي الفرق اللي مشاركه من فريق من عمان وفريق من قطر وفريق من الكويت وفريقين من السعوديه، وكان في فرقه برضه من الامارات اعتذرت. بس الحمد لله رب العالمين، احنا الحمد لله ان شاء الله احنا ناويين على البطوله وربنا يكرمنا باذن الله يا رب ان شاء الله. كلنا بنلعب كلنا بنلعب الفرق كلها. وبعد كده ان شاء الله في النهائيات هتبقى الاول يلعب الرابع والثاني يلعب الثالث ونوصل لقبل النهائي، وان شاء الله نوصل النهائي باذن الله رب العالمين. يا رب ان شاء الله. في فرقه معينه بتبقوا قلقانين منها وانتوا داخلين تلعبوا معاها بتبقوا واخدين حذركم جدا، يعني مين الفرق المرعبه في البطوله؟ الفرقتين اللي احنا لعبناهم دول الحمد لله رب العالمين هم دول يعتبروا يعني من اقوى الفرق الموجوده، فاحنا الحمد لله كسبناهم يعني، فان شاء الله باذن الله احنا ناويين على البطوله وهنرجع بيها ان شاء الله للزمالك باذن الله. يا رب ان شاء الله. احساسكم مع الجماهير كلها طبعا، ما عشان كده بسالك يعني احساسكم ايه ونادي الزمالك هو المختص بالدعوه كمان للمشاركه في هذه البطوله؟ طبعا احساسنا كبير جدا طبعا، هو نادي الزمالك ده يعني ده نادي كبير جدا في افريقيا وفي العرب، فهو ده بيبقى شرف كبير جدا لاي بطوله نجاحها يعني، فهو اصلا الموضوع كله ان هو ليه عشان خاطر اسم نادي الزمالك طبعا. فاحنا باذن الله احنا قدها يعني ان شاء الله باذن الله الزمالك في دافعين بطولات. واحنا وعدنا الاستاذ مستشار مصطفى منصور طبعا ان هو الراجل كان يعني في ظل الظروف اللي احنا كنا فيها والحجوزات على النادي وكده امر ان احنا نسافر، واحنا بنوعده ان شاء الله احنا نرجع بالبطوله يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله كل التوفيق ليك. انا بشكر حضرتك جدا كابتن احمد فاروق السيد، بشكر حضرتك جدا رئيس جهاز الهوكي. شكرا جدا. طبعا مليون مبروك لجماهير نادي الزمالك الفوز النهارده في بطوله الهوكي، ان شاء الله يكملوا مسيرتهم وان شاء الله يرجعوا ان شاء الله وهم كسبانين.
تعالوا نرجع مرة تانية لأخبارنا المتنوعة. أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تجديد التعاقد مع جمال بالماضي مدرب المنتخب الأول ليستمر في منصبه حتى 2026 عقب انتهاء العقد في نهاية 2022. بالماضي تولى قيادة منتخب الجزائر في أغسطس 2018 وقاد الجزائر في 51 مباراة حقق خلالها فوزا في 34 مباراة وخسر في 5 فقط، وقاد بالماضي منتخب الجزائر للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. تعالوا هنروح لخبر حزين جدا جدا لكل عشاق كرة القدم. توفى اليوم النجم الإيطالي فيالي أسطورة تشيلسي ويوفنتوس عن عمر 58 عام بعد صراع مع المرض. فيالي كان يعاني من المرض الخطير طوال 5 سنوات قبل رحيله النهاردة، واللاعب رحل وترك مسيرة رائعة سواء كلاعب أو كمدرب. وكما خاض فيالي 59 مباراة دولية سجل خلالها 19 هدف وشارك في نسختين من بطولة كأس العالم. طبعا خبر حزين جدا لكل عشاق كرة القدم، اتمنى ان ربنا يرحمه، ولكن زي ما احنا شفنا في الخبر ان هو ترك مسيرة يعني كل طبعا الايطاليين فخورين بها. تعالوا نروح لخبر تاني، وكشفت تقارير صحفية عن وجود تنافس بين الثنائي الانجليزي تشيلسي ونيوكاسل يونايتد على ضم النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة المقبلة. وفقا للتقارير باريس سان جيرمان مستعد للسماح للاعب بالرحيل مقابل حوالي كده 50-60 مليون يورو، والثنائي الإنجليزي هما أبرز الوجهات المحتملة في الوقت الحالي. الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عبر عن حزنه. كالعادة بنحب دايما نتابع زي ما احنا متابعين الدوري الممتاز، لازم نتابع اللي بيحصل في دوري الممتاز به. وعلى فكرة دوري ممتاز به مهم جدا، منافسة فيه كبيرة جدا ومشتعلة جدا. كان معايا تليفون، ولكن يعني ايه هنرجع تاني عشان نعرف تفاصيل اكتر من اللي بيحصل في دوري بيه. انا بصراحة بحب اتابعه جدا، بحسه دايما مشتعل، دايما فيه مفاجآت، دايما فيه منافسات غير تغييرات كتيرة جدا بتحصل في مع المديرين الفنيين وغيره كتير. منافسات يا جماعة ما تبقاش عادية بجد، يعني اللي فيكو بيروح الماتشات تبع الدرجة التانية او الممتاز به لا حلوة قوي. بتحس ان انت على فكرة فيها لعيبة تقيلة جدا ولعيبة لاعبين يعني محترمين جدا وعندهم مهارة عالية جدا. رجع لنا تاني استاذ احمد القصاص الناقد الرياضي زي ما قلت لكم عشان يطمنا على اللي بيحصل في دوري ممتاز به. مساء الخير يا استاذ احمد. تحياتنا ليك وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بخير وبصحة وسعادة، وكل الشعب المصري يا رب بخير وسعادة إن شاء الله. بشكرك جدا يا وزي أنت ما قلتي دوري ساخن، دوري قوي، دوري ملتهب. وزي ما قلنا يمكن أنا قلت في قناة الزمالك الموسم اللي فات، نهاية الموسم اللي فات، إن في أزمة وفي مشكلة هتحصل نتيجة تطبيق دوري المحترفين السنة الجاية. يعني أنت عندك كل 48 فرقة ثلاث مجموعات، كل مجموعه فيها 16 نادي 48، ال 16 دولت هيهبط منهم 9 للقسم الثاني، ودي مشكله، ومشكله عامله يعني هنقول لك ايه بقى، اشتعال او الدوري مشتعل بشكل لم يحصل على مدار تاريخ دوري ما حصلش قبل كده. يعني الدوري ساخن جدا لدرجه ان دلوقتي بقى كل عايز اقول ايه، كل المدربين والاجهزه الفنيه بتلقي الاتهامات جزافا في اي خطا تحكيمي. وانا بتمنى بس او رساله للاجهزه الفنيه كلها
ان كل الاجهزه الفنيه يعني تبدا تحكم العقل شويه ويبقى عندها ثبات انفعالي، لان الدوري لسه طويل، لسه احنا ما لعبناش ربع الدوري، فهيبقى في مشاكل كتير جايه المرحله اللي المرحله القادمه. انتوا بادئين المشاكل من اولها. يعني لغايه النهارده من اول الدوري من اول الجوله 1 للجوله 13 عندك 46 اعتراض واعتداء على الحكام. تمام، بس عايز اطمن على النتائج، ايه اللي بيحصل؟ النتائج بقى زد كسب منتخب السويس 2-0، العبور مع الكابتن هاني العقبي، اول قياده فنيه للكابتن هاني العقبي على كهرباء الاسماعيليه 2-1 طبعا، واول برضه اداره فنيه في كهرباء الاسماعيليه للكابتن رضا عتيتو بعد رحيل الكابتن اشرف خد، مستقبل وطن مع سامر ابو الخير ولا اروع ولا اجمل على المصريه للاتصالات بقياده الكابتن جمعه مشهور 3-0، بورتو السويس اتهزم من وادي دجله طبعا مع المدرب 4-0 الكرواتي ايجور توليتش، مدرب كويس جدا وعنده خلفيات او خبرات في القسم الثاني، كسب بورتو 4-0. الانتاج الحربي لوغاريتمات طلاسم محدش عارف يحلها، كذا مدرب اتغير اخرهم حسام عبد العال، الفرقه كويسه عنده افضل لعيبه في مجموعه القاهره، لكن برضو الهزايم بتلاحق الانتاج وعدم ثبات النتائج، هزم من السكه الحديد طبعا ولا اروع الفوز السابع لامير عزم، كابتن امير عزم مجاهد اللي كل يوم امير بيثبت ان هو مدرب كبير وما حاول، مدرب كبير طبعا كبير. طبعا لا امير كويس وبعرف يشتغل كويس، وزي ما قلت لحضرتك السنه اللي فاتت ان الكابتن السكه دلوقتي كمان في المركز الثالث معاه بالظبط، بعد ما كان في المركز السابع والثامن. القناه مع الكابتن محمد حليم طبعا على النص 1-0، الكابتن طارق السيد طبعا يعني هنقوله عامل برضه شغل مع نادي النصر، الترسانه 1-1 مع الاعلاميين، وزي ما قلت لك كده ان في مدربين كويس عندهم يعني لغايه دلوقتي حس او عندهم خبرات عاملين شغل يقدروا يصنعوا الفرق، ابو العين شحاته نفس القصه مع الاعلاميين، استر كامباني مفاجاه مع كابتن محمد صلاح، لكن هقول لك برضه هي المفاجاه مش غريبه شويه بس خسر في اخر دقيقه من بتروجيت لكن القيد اتقفل بالنسبه لاستر كامبل، فده كابتن محمد صلاح في ورطه، ده نهائي خلاص. لان هو كمان هو ده التدريب الثاني لهذا الموسم، تولى السكه الحديد وبعدين استر كامباني، لو مشى لوحده او هو اعلن اعتذاره ما يقدرش يشتغل ثاني بقيه الموسم ده، عشان كده الكابتن محمد صلاح في ورطه، خاصه ان هو قال لي الكلام ده، قال لي ان مفيش تواصل مع مجد الزره معاه، ان القيد اتقفل عشان في لعيبه افارقه او توانسه ما تسددش المستحقات الماليه بتاعتهم مستحقتهم والفيفا يعني. وقف القيد في نادي استر كامباني، موقف الكابتن محمد صلاح لا يحسد عليه، مش عارف هيقدر يطلع من القصه دي، لكن انا اتوقع ان الكابتن محمد صلاح لازم يمشي من استر كامباني الفتره اللي جايه، لان مش هيقدر يستمر في ظل الوضع ده. القناه في المركز الاول 31، شوف بقى 31 اهو، السكه 28 بعديه وادي دجله 28، زد متعادلين في النقاط 28. كل دول في الايه؟ في مرحله يعني دول هنقول الاربعه اللي هم بيقاتلوا على الصعود بالظبط، ولكن السكه فارق طبعا بفرق الاهداف يعني بالظبط بفرق الاهداف. الترسانه 20، المصريه 19، منتخب السويس 19، بتروجيت 18، العبور 17، بورتو السويس 14، الانتاج الحربي 13، استر كامباني 12، كهرباء الاسماعيلي في مركز 13 عنده 11 نقطه، مستقبل وطن في المركز 14 11 نقطه، النصر قبل الاخير عنده 11 نقطه، واخيرا الاعلاميين في المركز الاخير 6 نقاط. اخر المدربين حتى الان رحل من الدوري يا استاذ طبعا 33 مدير فني، اخرهم كابتن كرم جابر من العبور، وتم تعيين بدل منه الكابتن هاني العقبي، رحيل الكابتن عبد اللطيف الدماني من نبروه، وتعيين الكابتن ياسر عبد الواحد في نادي نبروه. سريعا مجموعه الصعيد يا استاذه، بيروت مع اسمنت 0-0، شبان هنا على ملاه 1-0، بتروق اسيوط 1-0 على الفيوم، لافيينا 2-0 على نصر التعدين، كيما اسوان 4-0 على التليفونات، الالومنيوم 0-0 مع المنيا، المدينه المنوره على مصر المقاصه مفاجاه من العيار الثقيل 3-2، والجونه على شباب طميه في اخر دقيقه 2-1 طبعا. محمد انور هو اللي جاب الهدف بالظبط. مجموعة السعيد طبعا بتروح سوق بتصدر 30 نقطة، لافيينا الثاني 29، والجونة الثالث 27، ومصر المقاصة الرابع
25 اتوقع ان هي ديت المنافسه اللي واضح جدا ان هو يعني الدوري بين مشتعل جدا. انا بشكرك جدا استاذ احمد القصاص على وجود حضرتك معايا. تعالوا دلوقتي سريعا نروح ناخد اجابات حضراتكم على سؤال حلقتنا النهارده، وكان سؤالنا: هل يؤثر التحكيم في ضياع لقب الدوري من الزمالك؟ سامح عزت مساء الفل عليك يا ماما، بشكرك جدا. لتاني مباراه على التوالي في ظلم تحكيمي واضح للجميع، بتمنى يكون في وقفه من النادي وان شاء الله نراجع حساباتنا ونعالج اخطائنا في اسرع وقت ونرجع للطريق الصحيح مره اخرى. عاش الزمالك وجمهوره العظيم وكل الدعم للفريق، ان شاء الله القادم افضل. فرح مساء الخير عليك يا ماما، بشكرك. اداء تحكيمي سيء، وطبعا التحكيم عامل مهم وضيع بطولات كتير جدا مننا، لازم يكون في عداله. جلاتنبرج يعني يا ريت يحاول ان التحكيم يتطور مش العكس. لما اتحققت العداله باقل من 50% قدرنا ان احنا نحقق 2 دوري على التوالي، واتمنى ان مستر فيريرا يصحح اخطاء المباراتين الماضيتين، وكل الدعم والتوفيق. كده أسف نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، بشكركم دايما على التواصل معانا، إن شاء الله أشوفكم بكرة على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم أخبارنا.